يعني السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعي قناة أوريز نيوز. يعني المنتخب الوطني المغربي للكرة السداسية كيتمكن من الفوز في المباراة الثانية ديالو في كأس العالم اللي كتقام في مدينة إيسن الألمانية. المباراة الأولى فاز على المنتخب الاسكتلندي بنتيجة عارضة 7-3، وهذه المقابلة الثانية كيفوز 4-2 على المنتخب الإيرلندي. المنتخب الإيرلندي اللي كان خصم صعب الشوط الأول سلب 1-1 تعادل في البداية ديالو تسجيل الأهداف. الشوط الثاني استفق المنتخب الوطني المغربي اللي كان استحوذ على الكرة وسجل أهداف في الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني. أكيد أن المنتخب الإيرلندي كان قوي خصوصا الحارس ديالو، لولا أن البراعة ديال الحارس الإيرلندي كنا غادي نشوفوا أكثر من 4 الأهداف للمنتخب الوطني المغربي. إذا بهذا الفوز هذا المنتخب الوطني المغربي للكرة السداسية كيتأهل الدور الثاني. بقات ليه المباراة الثالثة، دابا حاليا عنده 6 نقاط، المقابلة الثالثة غتكون فقط تحصيل حاصل. نتمنى بانه يفوز بها باش يبين على جداره ديالو الاستحقاق باش يوصل لابعد نقطه في هذه المسابقه هذه، لان فيها تقريبا شي 40 منتخب، والممثل ديال المغرب هو من مدينه مراكش فريق زيتونه. الممثل هذا اللي هو كتشوفوا انه كاين تبادل ديال الكرات، يعني كاين انسجام بين هاد اللاعبين هادو، كيعرفوا بعضياتهم، يعني في الانسجام بين بزاف ديال اللاعبين بحال اللاعبين ديال الصاله بحال المنتخب الكبار. ملي تيكون عندك الانسجام بين اللاعبين فهاد المسابقات هذه كتفضل انك تدي واحد الفريق اللي تيكون منسجم من مدينه واحده اللي كيمثلك. علاش؟ لان الا بغيتي تجيب تلف المغرب كامل لاعب هنا لاعب هنا غادي خصك واحد المده باش ينسجموا. فريق زيتونة ديال مراكش هو اللي كيمثل المنتخب الوطني المغربي. اذا الاخوان بالمنطوع عليكم، نتلاقاو فيديو اخر، ما تنساوش تجيب اعجاب الفيديو، اللي مازال ما اشترك في القناه يشترك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.